وبينضم لنا دلوقتي عبر الهاتف احمد كيوان مراسل قناه النادي الاهلي من تدريب النادي الاهلي الاخير استعدادا لمواجهه الاتحاد السكندري بكره ان شاء الله. مساء الخير عليك يا احمد. مساء الخير شيما، مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي شاشه النادي الاهلي في كل مكان. اكيد عايز اعرف منك اخر استعدادات النادي الاهلي لمواجهه الاتحاد السكندري بكره ان شاء الله قصاد النادي الاهلي قصاد الاتحاد السكندري. اكيد احنا موجودين كاميرا النادي الاهلي دايما تتابع كواليس تدريب النادي الاهلي رمضان الاخير قبل مواجهه الاتحاد الفعلي، بدا منذ دقائق بمشاركه عدد كبير من اللاعبين. يمكن هكلمك على بعض الغيابات، لكن ابدا من واحد فنيه بدا التمرين بشكل يعني ما يجري حوالين الملعب، ثم بعد كده اجراء حالا انا شايف قدام الاحماء من عدد كبير من اللاعبين ومشاركه كل اللاعبين اللي في القائمه المحليه والافريقيه والعربيه. اما الغيابات فبيغيب حارس النادي الاهلي الاول عن التمرين، يعني حسب ما ورد الينا ان هو عنده في مشكله في عينه، في حاجه طلعت في عينه كده، خد كدمه لحد الان لسه برضه هنتعرف على نوع الاصابه بالتحديد، لكن هو بيغيب عن التمرين واعتقد ممكن ما يكونش مشارك في قائمه الاتحاد غدا. اما بالنسبه لسعد سمير، فسعد سمير لسه هيدخل التمرين، لكن تمرين مش بشكل رئيسي، هو تمرين فرعي بيستكمل علاجه. طبعا السوليه الناس كلها كانت بتحب تطمن عليه، هو طبعا خلاص بيشارك في التدريبات البدنيه والفنيه جزءا بجزء، كذلك مويد الجابر بيشارك في التمرين في الجزء البدني. بيغيب صلاح محسن عشان طبعا عنده شد في الاماميه، وكذلك حسام عاشور اللي شد في عضلات البطن، الاثنين بيعملوا جلسات استشفائيه. وجود لعيبه نتمنى له الشفاء لانه عنده مرض من الدرجه الثانيه معاه يعني ما يقرب من شهر ونص، لكن الشناوي هو ده يعني يمكن اللي اتفاجئنا بيه داخل التدريب اليوم، ان حارس الفريق الاول محمد الشناوي نتمنى له الشفاء، يغيب عن التمرين لسبب صحي في عنده حاجه في عينه، هنتاكد زي ما قلت لك شيما من نوع الاصابه بعد التمرين، وهنتعرف على قائمه الفريق. يمكن ده اهم التفاصيل اللي بدات مع ميران الفريق حتى الان، واعتقد هيدخل الفريق بعد هذا الميران الى معسكر قريب جدا من احد الفنادق القريبه من ملعب السلام لمواجهه نادي الاتحاد السكندري في مسابقه الدوري العام. احمد كيوان هنحاول نكلمك ان شاء الله بعد نهايه التدريب النهارده عشان نعرف منك اكتر عن القائمه اللي هيواجه بيها النادي الاهلي الاتحاد السكندري غدا.